أسباب كثيرة تقف خلف زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي إلى الولايات المتحدة، ومن أبرز هذه الأسباب تعزيز التعاون الدفاعي والتكنولوجي. فلطالما حرصت الهند على الحصول على أسلحة أمريكية متطورة، لكن واشنطن كانت مترددة خوفا من مشاركة التكنولوجيا العسكرية الحساسة مع روسيا بسبب مشتريات الهند الكبيرة من المعدات العسكرية الروسية، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. وبقدر الحرص الهندي على السلاح الأمريكي والرغبة في المزيد، هناك حاجة أمريكية لنيودلهي أيضاً. لذا فإن تحولها بشكل أعمق تجاه الهند كحليف إقليمي يهدف لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في آسيا. كما أن هناك هدفاً آخر لاستمالة واشنطن لنيودلهي، وهو تقليل النفوذ الروسي في الهند. وتأمل واشنطن أيضاً من خلال هذا التقارب في أن تساعد عروضها في التكنولوجيا والإنتاج المشترك مع نيودلهي في ضمان تأمين سوق رئيسية، خاصة أن الهند قوة اقتصادية كبرى على المستوى الدولي. كما أن أفاق التعاون بين البلدين بحسب مسؤولين في البنتاغون اتخذت بعداً أعمق، حيث تشمل تعزيز العلاقات بين جيشيهما بما في ذلك في مجال الخدمات اللوجستية وتبادل المعلومات الاستخباراتية، إضافة إلى إجراء المزيد من التدريبات العسكرية المشتركة. وبجانب ذلك اقترح مسؤولو إدارة بايدن التزامات رئيسية أخرى بشأن التكنولوجيا وسلاسل التوريد والطاقة النظيفة.